كلنا بنحب نتحلى بشي زاكي، ولكن المشكلة بتكون لما نحن بناخد كمية كتير كبيرة من السكر، من الدهون، أو حتى من السعرات الحرارية. أطفالنا أكثر أشخاص بنخاف على صحتهم وعلى طريقة أكلهم، وبالتالي لازم نحسب بالجرام قد إيه عم بعطيهم سكر. وكتير مرات بنخاف إنه نعطيهم سكر عالي لحتى يصيروا ما يقدروا يركزوا بالدراسة، أو يصيروا كتير نشطين بالبيت وعن جد نتعب. بالتالي لازم إنه نحن نلاقي وصفات زاكية وبنفس الوقت ما بتحتوي على نسب سعرات حرارية عالية أو حتى نسب سكر عالية. اليوم رح نعمل وصفة سهلة بسيطة وسريعة بثلاث مكونات فقط. رح نعمل براونيز معدي بالبيت وبنفس الوقت خالية تماماً من السكر. لهاي الوصفة رح نستخدم موز، رح نستخدم زبدة الفول السوداني، ورح نستخدم فقط الكاكاو الخام. خليني أحكي لكم شوي عن المكونات اللي أنا عم بستخدمها قبل ما نبلش فيها. أول شيء الموز يفضل إنه يكون مستوي شوي لحتى يعطيني نفس القوام اللي بيعطيني إياه الطحين. أنا صرت أستبدل الموز بالطحين بمعظم وصفات الحلويات اللي بعملها. كمان بدل ما نضيف الزبدة وتعطيني نسب عالية جداً من الدهون المشبعة، رح نستبدلها بزبدة الفول السوداني. في فكرة لازم ننتبه لها لما نحكي عن زبدة الفول السوداني. في عنا كتير أنواع بتكون موجودة بالسوبر ماركت، بس أنا ما بختار ولا واحدة منهم. أنا بختار زبدة الفول السوداني اللي بشتريها من المحلات اللوكل اللي بتكون موجودة عندي بالبلد، اللي بيطحنوا الفول السوداني مباشرة قدامي وبيعملوا لي إياها زبدة. الفرق ما بين زبدة الفول السوداني الطبيعية، أولاً بالقوام بيكون واضح، فرجوا، بيكون واضح إنها فيها مثل زي حبوب، هاي الزبدة الطبيعية، وبنفس الوقت هاي الزبدة بتفصل بسرعة، يعني منشوف إنه مباشرة إذا بتركها شوي رح أقدر أشوف إنه في صار زيت شوي فوق والمادة الصلبة تجمعت تحت. وبنفس الوقت اللي بيميز هاي الزبدة إنها خالية تماماً من زيت النخيل المهدرج. عادة معظم أنواع زبدة الفول السوداني اللي بنشتريها من السوبر ماركت بتكون أولاً فيها نسب عالية من السكر، ثانياً بتحتوي على زيت النخيل المهدرج اللي بيعطي القوام اللي بيساعد إنه نحن ندهن هاي زبدة الفول السوداني بطريقة أسهل، عشان هيك هاي للأسف دهنها على الخبز بيكون شوي أصعب. وكمان رح نستخدم الكاكاو. خلينا نبلش نعمل الوصفة لحتى نشوف أطيب براونيز بدون أي محتوى من السكر. رح نستخدم موزتين بهاي الوصفة. رح نحط الموز ورح نهرس الموز باستخدام الشوكة. نهرس الموز لحتى يعطيني هذا القوام بالضبط، وبعدين بنضيف عليه زبدة الفول السوداني. إذا بتحبوا تكتروا زبدة لحتى تكون كريمية أكتر كمان بتقدروا. نخلطهم مع بعض لحتى بالآخر نضيف عليهم الكاكاو. مرات أنا بحب أحط عسل، كمان بيعطي طعم كتير زاكي، وبنفس الوقت بيعطيني حلاوة طبيعية وبزيد من محتوى الفيتامينات والمعادن، وخصوصاً للأطفال اللي إحنا بنطمح إنه إحنا نزيد من وزنهم. أما إذا حابين تضلها الوصفة أقل بالسعرات الحرارية، حاولوا إنكم تستثنوا العسل. رح نحط عليها الكاكاو. هيك القوام بيكون صار جاهز. رح نجيب الصينية ورح ندهنها بالزيت الرش أو الزبدة الرش زي ما أنتم بتحبوا. وإذا بتحبوا كمان تستخدموا فقط الورق تبع الخبز فهو يعتبر بديل جيد. هيك الوصفة بتكون صارت جاهزة. رح نحطها بالفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180، ولكن احنا محميين الفرن من قبل.
رح نحطه بعد السخن، وصاروا البراونيز جاهزين لنطلعهم من الفرن. هيك بنكون نحن حضرنا البراونيز الصحية. السعرات الحرارية بالمكعب الواحد هو 70 سعرة حرارية فقط لا غير، خالية من الطحين، خالية من السكر، ولا حتى فيها زبدة. استبدلنا الزبدة بزبدة الفول السوداني، الطحين بالموز، وبنفس الوقت السكر استخدمنا فقط الكاكاو الطبيعي. أتمنى أنكم تجربوها بالبيت. صحتين وعافية.